أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شخص أحرم بحج مفردا وطاف وسعى وقصر جهلا منه، فهل يعتبر مفردا بهذه الحالة أم يكون متمتعا شاء أم أبى؟ لا، ما يكون شاء أم أبى إذا كان باقي على نيته بالإفراد وقصر من باب النسيان فهو باق على إفراده. فأنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا كان باق على نيته في الإفراد وإنما قص رأسه ناسيا أو جاهلا فهذا لا يعامل بغير ما نوى، يبقى مفردا ويكون قصه خطأ. بعض العلماء يقول إنه يعذر بالنسيان، وبعضهم يقول إنه يفدي إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. نعم. ولو حول نسكه إلى تمتع؟ إذا حوله بنيته هذا جيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يحولوا بعد ما طافوا وسعوا، أمرهم أن يحلقوا وأن يحولوا، أو أمرهم أن يقصروا وأن يحولوا، أن يحولوا إفرادهم وقرانهم إلى تمتع، هذا أفضل. إنما نبي نلزم واحد أنه تحول شاء أم أبى، نقول لا، ما يتحول إلا بالنية والقصد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حاج ذهب في عصر يوم العيد. نعم. هذا السائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم.